متى بدأت العداوة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطهم، كان عايش وسط المشركين الصادق الأمين، وكان خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض كثيرا مما يحدث قبل البعثة، وكان لا يشاركهم في كثير مما يحدث قبل البعثة، وكان يسمى الصادق الأمين، وكان يعتزلهم قبل البعثة، كل ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إلى الغار ويتحنث فيه الليالي ذوات العدد، كل ذلك كان يحدث قبل البعثة. وبالرغم من ذلك أنه كان يرفض ما يحدث، وكان يعترض على كثير مما يحدث، وكان لا يشاركهم في كثير من هذه الوثنيات ولا الأمور اللي فيها فسق وشهوات، وكان يعتزلهم أياما ويخرج الغار، وبالرغم من ذلك لم يعادوه ولم يضطهدوه ولم يحاربوه. متى بدأت العداوة؟ حينما قال أنا رسول من عند الله، إن جاءه الوحي، يعني لحظة إتيان الوحي جعلت إن ما قبل هذه اللحظة كان اسمه الصادق الأمين، بعد هذه اللحظة أصبحهم يقولون شاعر وكاهن ويتهمونه بالكذب. إذا هذه اللحظة كانت لحظة فارقة، أنه قال جئتكم بآية من عند الله، يعني هذا هو سبب العداوة. لذلك يقول الله لا يكذبونك أنت، المعركة ليست معك أنت، المعركة مع الله، إنهم لا يكذبونك أنت، فالمعركة مع الله. لذلك سيدنا موسى لما كانوا بيتهموا بالكذب وبالسحر قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، المعركة مع الله، فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فمهم جدا ان الداعية يستحضر هذه القضية، وانه ينقل هذه القضية وينقل هذه المعركة، الذي يحارب انبياء الله والذي يعادي رسل الله والذي يعادي ورثة الانبياء من العلماء والدعاء ويحارب الله سبحانه وتعالى، وان له ذلك. فدعوة الله مستمرة، اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه الدعوة تامة وستتم ويستمر الامر الى يوم القيامة. فمهم جدا احنا نستحضر هذه القضية.